برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من صالة التحرير، مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي اهتمتوا حضراتكم بيها على السوشيال ميديا واهتمت بيها المواقع الإخبارية سواء المحلية أو الدولية. خلوني أبدأ مع حضراتكم الحقيقة، لأن النهاردة 30 سبتمبر 24 سنة مرت على مشهد استشهاد محمد الدر، ذكرى استشهاده على يد قناصة إسرائيلي في اليوم الثالث للانتفاضة الفلسطينية اللي اندلعت عام 2000. كاميرات العالم كله وثقت استشهاده الحقيقة، واتنقلت الصورة لكل الدنيا. مين فينا ما تأثرش لما شاف أب فلسطيني بيحاول حماية طفله اللي ما تعداش 10 سنين من عمره من رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. محمد الدرة اتحول لأيقونة للانتفاضة الفلسطينية، ورغم مرور كل السنين دي لم تتراجع المقاومة الفلسطينية عن أهدافها اللي تمثلت في مواجهة الاحتلال وإعادة فلسطين مرة أخرى لشعبها وتحرير القدس. على مدى سنوات طويلة محمد الدرة هو رمز للنضال الفلسطيني. مشهد اغتياله سيظل محفورا في تاريخ المقاومة الفلسطينية للمحتل والاحتلال. يناير اللي فات استشهد أحمد الدرة أخو الطفل الفلسطيني محمد الدرة بقوات الاحتلال الإسرائيلي اللي استهدفت المخيم اللي موجود فيه في قطاع غزة، وده كان في إطار خطة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر. النهاردة إسرائيل كمان استهدفت مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأعلنت حركة حماس مقتل قائدها في لبنان في غارة جوية جنوبي البلاد. الدرس اللي احنا بنقوله النهاردة والمعلومة اللي لازم توصل لكل الدنيا، المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي لن تنتهي. المقاومة الفلسطينية لاستعادة الأرض وسيادة الدولة الفلسطينية لن تنتهي بعد 24 سنة من هذا المشهد اللي اتبعته كاميرات العالم كله ورصدته، والحقيقة كانت نقطة تحول في الانتفاضة الفلسطينية. لحد النهاردة المقاومة الفلسطينية موجودة، وأجيال بتسلم أجيال وناس بتستشهد علشان خاطر أرضها وعشان خاطر عودة القدس. ربما زي ما بنقول البعض بيقول تصريحات يعني فضفاضة ودعم وكده، لكن في النهاية هتبقى القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للفلسطينيين، وإن هم يستعيدوا أرضهم مرة تانية اللي مش هيسيبوها ومش هيتهجروا المكان تاني ومش هيروحوا أي مكان تاني، لأنهم متمسكين بالأرض دي، متمسكين بأن هم يرجعوا القدس مرة تانية. كل الأحداث اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت والقضية الفلسطينية مستمرة لأكثر من 70 سنة، وإحنا بنشوف حركات النضال المستمرة والمناضلين الحقيقيين اللي بيحاولوا أن هم يستعيدوا أرضهم. الشعب الفلسطيني نفسه اللي صامد وواقف تجاه الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة طمس هويته. الدور المصري في القضية الفلسطينية أيضا دور مؤثر وتاريخي، ومصر دايما بتدعم القضية الفلسطينية. المواقع الإخبارية النهاردة اهتمت بخبر ذكرى استشهاد محمد الدرة. موقع الدستور كتب في ذكرى استشهاد محمد الدرة: إسرائيل بتواصل جرائمها ضد الإنسانية. خلونا نروح لوالد الطفل محمد الدرة، الشهيد محمد الدرة، معنا عبر الهاتف من فلسطين الأستاذ جمال الدرة. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. حياك الله. يعني بجدد التعازي، وتعيش دايما وتفتكر وتفضل ذكرى محمد الدرة، هي أيقونة للانتفاضة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. 24 سنة مرت على استشهاد محمد الدرة، أكيد حضرتك ما زلت بتتذكر هذه اللحظة القاسية. والله يا أختي ال 24 عام فأنا أقسم بالله الآن، السبب في ذلك ما زلت أتعلم إلى هذا اليوم من الرصاص الذي اخترق جسدي، وكيف أستطيع أن أنسى أو أتناسى ابني وهو بأحضاني وأنا أدافع عنه بكل ما أستطيع من قوة حتى لا يصل إلي الرصاص، والرصاص يخترق جسدي
وجسد ابني، واقسم بالله كان الرصاص علي وعلى ابني اقوى من زخات المطر. وكيف انسى وارى يوميا خلال حرب اكتوبر هذا العام كامل شهداء اطفال، الاف الاطفال مثل محمد الدره وهم محمد الدره وهم درر فلسطين. كيف انسى واستشهد ابني في 18/1 وعمره 33 عام؟ كيف انسى واستشهد اخواني واهلي و65 فرد من عائلتي؟ كيف انسى واستشهد جيراني واحبابي واقاربي وابناء شعبي؟ كيف استطيع ان انسى هذه المجازر المستمره في حقي وفي حق شعبنا الفلسطيني يوميا؟ آخر عبارات محمد الدرة كانت ليك إيه؟ كان خايف من الرصاص أكيد، وخايف من القصف المتتالي، لأن كان الحقيقة المشهد كلنا بنفتكره وكلنا ما بيضيعش من الذاكرة يا أستاذ جمال. الله أختي أقسم بالله أقسم بالله عندما أصيب محمد بأول رصاصة في رجله اليمين صرخ وقال أصابوني الكلاب، أكررها 3 مرات. بعد ذلك أنا بقول لابني وأنا بدافع عنه بكل ما أستطيع من قوة، تلقى رصاص في جسدي وفي يدي، بقول لابني ما تخاف ما تخاف، الحين تيجي سيارة إسعاف تاخذنا من المكان. أقسم بالله كان محمد يقول لي أنت لا تخف، أنا بتحمل كل شيء، أنت ما تخاف يا أبو، أنا بتحمل حتى تيجي سيارة الإسعاف. أستاذ جمال، لكن كان قضاء الله أكبر من ذلك. أكيد طبعا. أستاذ جمال، المقاومة في فلسطين في الوقت ده والشعب الفلسطيني تحت وطأة الضربات اللي بتوجهها الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، مقاومة الشعب شكلها إيه؟ واستعداده للدفاع عن الأرض وقضيته وعدم تهجيره منها. أولا يا أختي، الاحتلال الصهيوني لن يواجه المقاومة. الاحتلال الصهيوني قتل كل أبناء شعبي، الناس الآمنة في بيوتهم، دمر البيوت على رؤوسهم. الاحتلال ارتكب المجازر، أقسم بالله معركة، هناك معركة، هولوكوست هولوكوست هولوكوست، وأكبر ناس مجرمين وأكبر ناس إرهابيين عبر التاريخ هو الاحتلال الصهيوني. دمر كل المباني، قتل الشجر والحجر والبشر. اقسم بالله عمل قطاع غزه عباره عن صحراء. هذا الاحتلال لن يواجه المقاومه ولا يستطيع ان يواجه المقاومه. مقاومه الشعب هو يقول اريد انهاء المقاومه. مقاومه الشعب الفلسطيني من يوم احتلال فلسطين الى يومنا هذا لن يستطيع اي انسان ان يوقف مقاومه الشعب الفلسطيني. هذا حق ويجب ان يرجع لنا. صحيح. وكل المواثيق الدوليه تنص على استرجاع الارض الفلسطينيه، لكن للاسف نحن نقع بين عالم ظالم في جنوب لبنان، وده بعد كلام الوزير يوف جلانت مع سلاح المدرعات عند الحدود الشماليه، واللي اكد ان اغتيال حسن نصر الله خطوه مهمة لكنها ليست النهاية. في المقابل الحقيقة نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال إن الحزب مستعد لأي توغل بري إسرائيلي وهيتصدى له بقوة، وده في أول تصريح من مسؤول من حزب الله، وده عقب مقتل حسن نصر الله. خلينا نشوف على الصعيد السياسي، لأن على الصعيد السياسي أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن اجتماع مرتقب للدول المانحة غدا الثلاثاء لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة الإنسانية في البلاد، وأكد أن مدخل الحل هو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والعودة إلى النداء اللي أطلقته الولايات المتحدة وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية لوقف إطلاق النار. في اليمن كانت إسرائيل بالأمس وجهت ضربات استباقية استهدفت بها عدد من المواقع والمباني التابعة للحوثيين، وده بهدف تقويض قدرتهم على المدى الطويل.
ضربات تسببت في مقتل وجرحى عدد من المدنيين، وده أثار موجة من الإدانات المحلية والدولية، وبتعتبر هذه العملية جزء من سلسلة عمليات عسكرية شنتها إسرائيل في مناطق متفرقة بالشرق الأوسط، وده وسط مخاوف طبعا متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن اللي بيعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. المواقع الإخبارية اهتمت بما يحدث في لبنان، فكتب موقع اليوم السابع إذاعة الجيش الإسرائيلي تل أبيب في طريقها إلى عملية برية بجنوب لبنان. موقع إيرو نيوز كتب أيضا مظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس، عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بتطالب باتفاق للإفراج عنهم. موقع بي بي سي نشر عنوان نعيم قاسم يعلن استعداد الحزب لأي توغل بري، وإسرائيل تستهدف وسط بيروت لأول مرة. موقع الحرة أيضا كتب قوات إسرائيلية خاصة دخلت إلى أنفاق لحزب الله على الحدود. فيما يتعلق باستهداف اليمن، نشر موقع إرمن نيوز غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف ميناء الحديدة اليمني. خلونا يعني نعرف أخبار أكتر وتفاصيل أكتر وتحليل لهذا الموقف الشائك والمعقد في منطقة الشرق الأوسط. معنا عبر الهاتف دكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الشؤون الإسرائيلية والعبرية. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا يا أستاذة فاتن. أهلا بحضرتك. أهلا بك. النهاردة أعلنت إذاعة هيئة الإذاعة الإسرائيلية بإقدام إسرائيل على اجتياح بري لجنوب لبنان. من وجهة نظر حضرتك هذا الاجتياح البري، لأن يعني في هذا الموقف الشائك وفي وسط وضع لبنان، هل هتعتقد أن الاجتياح البري الآن هتستطيع لبنان تحمل مثل هذه الخطوة؟ يعني اسمحي لي في البداية أستاذة فاتن أحيي حضرتك وأحيي إدارة القناة على إحياء ذكرى محمد الدور. شكرا. الحقيقة ده موقف كاشف أن الرواية الإسرائيلية كاذبة، الرواية الإسرائيلية التي تزعم أن القضية والتاريخ والصراع والمواجهة بدأوا يوم 7 أكتوبر 23. هذا الطفل كان على محور نتسارين، كان موجود مع أبيه وحاول لمدة 45 دقيقة أن هو يحميه. صحيح. من زخات الرصاص التي كانت من موقع إسرائيلي. الجانب الإسرائيلي اعترف يوم 3 أكتوبر بأنه هو الذي أطلق الرصاص على الدرة على لسان نائب رئيس الأركان موشي يعلون، هذا أصبح بعد ذلك وزير للدفاع. صحيح. إسرائيل قتلت محمد الدرة مرتين، حيث أنكرت بعد ذلك أنها قتلته، بل وزعم تقرير صادر عن جيش الاحتلال أنه لم يمت وأن هذا الفيديو مزور، وتم ملاحقة المصور الذي كان ينتمي لقناة فرنسية عالمية. صحيح. أنا اللي عايز أوصله في الجزئية دي إن في كتاب لدى إسرائيل اسمه شريعة الملك، هو المقصود دي شريعة الرب، وعليه ختم من 7 حكمات بأن قتل الأطفال مباح، لأنه حينما يكبر سيكون مهدد لإسرائيل، فهناك تفاخر، هناك مجازر ضد الأطفال. شفنا الدوابشة في الضفة الغربية. صحيح. وحرقوا حيا على يد مستوطنين ثم اعترافهم، هذا الامر سياسه وخط. فدي نقطه. الجزء اللي حضرتك اشرت ليه مهم طبعا، اللي هو الاجتياح البري او محاوله غزو جنوب لبنان والتسريبات بهذا الشان. انا ارى ان في جزء كبير طبعا حرب نفسيه، وفي المقابل اسرائيل ترى بان التوقيت مناسب، ان حزب الله في حاله اختلال، حدث اختراق ما يجب التحقيق فيه ومعرفة أبعاده، وأن أيضا إيران لديها توقيت يعني في أيضا عدم اتزان بسبب الضربات التي طالتها في طهران، إسماعيل هنية. صحيح. وما سبق وما بعده. فبالتالي تعتقد إسرائيل بأن الوقت مناسب، وفي المقابل هناك جهود فرنسية لإيجاد مخرج أو إيجاد تسوية، أعتقد أنها ستشمل يعني ملفات عديدة منها غزة. يعني حضرتك كمان الحقيقة أن
من ضمن الأشياء ربما لأول مرة بيحدث استهداف لوسط بيروت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هل معنى ده أن إسرائيل عازمة على توغل بشكل كامل في لبنان بقى، مش الجنوب بس أو الحدود الشمالية بتاعتها اللي هو ما أعلنته أن هي عايزة ترجع سكان الشمال مرة أخرى، توغل الإسرائيلي في وسط بيروت؟ يعني بعد ما فعلا تم ضرب ضاحية بيروت الجنوبية، النهارده بنشوف مقاومين ينتمون للجبهة، حركة مقاومة فلسطينية، سياسيين ينتمون لهذه الجبهة يتم اغتيالهم، وسياسة الاغتيالات فيها خسة، هناك سياسة الاغتيالات لا تعتمد على المواجهة، وسبق تجربها، دوما المقاوم لديه نائب، لديه خط ثاني يستلم الغاية، أحيانا يكون أكثر عنفا وأكثر حدة ولديه وسائل جديدة لمباغتة العدو. أعتقد أن هذه المحاولات الإسرائيلية تحاول إلهاء المجتمع الإسرائيلي من الداخل عن فشله في تحقيق أحد أهداف الحرب الأساسية اللي هي صورة النصر الحقيقية لدى المجتمع الإسرائيلي، وأعني الإفراج عن 101 من المحتجزين الأسرى داخل قطاع غزة. متظاهرين النهارده يا فندم كانوا موجودين امام منزل نتنياهو بيطالبوه باجراء اتفاق للافراج عن الاسرى، معنى كده ان هناك الكثيرين من اللي بيعارضوا سياسه نتنياهو وحتى مش راضيين لو هو اعلن ان هو حقق مكاسب، هذه المكاسب بالنسبه لهم غير مرضيه، وان بيزج باسرائيل في حرب ربما سببت كثير من الخسائر الاقتصاديه وكثير من التدمير يعني للمجتمع الاسرائيلي. وجود طبعا هو يقول سأعيد النازحين من شمال إسرائيل، صحيح. هو سيضيف نازحين جدد إلى النازحين القدامى من شمال إسرائيل، صحيح. والأنكى إن الصفقة وقف إطلاق النار الدفعة الثامنة اللي المفترض تتم، وقاتل فرص تحقيقها نتنياهو بسياسته وبعدوانه ابتعدت، يعني حاليا لا أحد يتحدث عن المحتجزين الأسرى، الجميع يترقب حجم الهجوم على لبنان، هل ستكون عملية محدودة، التسريبات بشأن القوات اللي بتخش لجمع المعلومات، أعتقد أن العملية دي لن تكون نزهة، وفي نفس الوقت ستضر ضرر بالغ بمحاولات إنقاذ من تبقى من المحتجزين الأسرى على قيد الحياة، صحيح. نتنياهو اعترف بأن نصهم على قيد الحياة بعد أن قال فيما سبق أنه ما يوجد 20 فقط في غزة، فبالتالي يمكن التضحية بهم، هذا يعني ما يقوله ضمنيا، صحيح. هو في النهاية تراجع وقال حوالي 50 على قيد الحياة، هو يهملهم، هو يتخلى عنهم ويضحي بهم، صحيح. أنا عايزة أسأل حضرتك كمان في استهداف إسرائيل تحديدا لليمن في هذا التوقيت، إلى أي مدى ممكن أنه هو يعني يؤثر ويساهم في توسعة دائرة الصراع ونطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني أنا أعتقد أن هذه جزء من سياسة حافة الهوية ومحاولة لترميم صورة الردع المتهالكة لدى إسرائيل، ولدي اعتقاد بأن أطراف أخرى تقوم بهذه الضربات وتنسبها لإسرائيل على سبيل الدعم النفسي والمعنوي في ظل تزايد الهجرة العكسية من داخل إسرائيل. أنا عايزة أستفهم عن أطراف أخرى. طبعا هي أقرب، قواعدها أقرب، وبالتالي لا يعني الجانب الإسرائيلي أيضا يحرك القوات علنا من جنوب إسرائيل ويسرب هذا للسوشيال ميديا، أنا أعتقد أن هذا لمحاولة الإيهام بأن هذه الضربة جاءت من إسرائيل، لكن أنا أرى أنها يمكن أن تكون توجهت من القرن الأفريقي أو قواعد أخرى قريبة من اليمن. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الشؤون الإسرائيلية والعبرية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم. امبارح كنا مع حضراتكم وأثرنا موضوع الحقيقة، وربما كان كمان معنا اتصال من فضيلة الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف، واتكلمنا عن الضجة واللي موجودة على السوشيال ميديا واللي ربما ما بتش بتتكلم غير عن هذا الموضوع من امبارح، فكرة السحر والأعمال للاعب مؤمن زكريا والترويج لمثل هذه الخرافات. حضراتكم أكيد متابعين أن تم القبض على الترابي اللي قال أنه هو اكتشف السحر على صورة المؤمن زكريا مدفونة في مقبرة الكابتن مجدي عبد الغني.
النهاردة الاعتراف كامل المتهمين الأربعة المتورطين في القضية، وقالوا إن هم اختلقوا الحكاية دي، وإن في طلاسم وفي عبارات مرسومة على صورة اللاعب، وإن هي يعني مالهاش علاقة لا بالسحر ولا بالأعمال، ولا ده حاجة لعبة هم عملوها، وكانت مجرد خطوط وحروف كده رسموها هم بطريقة عشوائية لإهام الناس، وإهام يعني إن عمل زي ما بنقول ترند. المتهمين قالوا إن هم جابوا عروسة من القماش وحطوا فيها دبابيس علشان يوهموا مؤمن زكريا إنها أعمال سحر، ويقولوا إنهم وقالوا إن هم اتعلموا الطريقة دي لما شافوا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة طبعاً كل الشكر لرجال الأمن لأنهم كثفوا الإجراءات والتحريات علشان يضبطوا هؤلاء المتهمين، وإن هم في متهم هارب ده ابن العامل اللي مسؤول عن المدافن، وكمان هو ساهم في تخطيط الحكاية دي، وإن هم يختلقوا هذه الحكاية علشان يصوروا كالعادة اللي احنا بنسمعه مقطع فيديو ويتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيحقق مشاهدات فيجيب فلوس. الحقيقة بقت يعني حاجة لازم يبقى فيه وقفة في هذا الموضوع تحديدا، عشان بقت كتيرة من عريس اتخطف لوحش الكون للنهاردة أعمال وسحر ودجل، حقيقة يعني إنتاج أفكار كلها مخربة للمجتمع المصري. لا، محتاجة وقفة ورادع، والناس دي لازم بقى يبقى فيه أحكام عليهم ويتم إعلانها على كل وسائل الإعلام، عشان كل واحد هيفكر إنه يعمل فيديو ويشيره ويختلق حكاية ويكذب كذبة يبقى يعني لازم يبقى فيه رادع يفكر مليون مرة قبل ما يعمل كده. مواقع الإخبارية اهتمت بهذا الخبر، كتب موقع اليوم السابع: المتهمون باختلاق وقعة السحر المؤمن زكريا، الطلاسم المرسومة على صورته وهمية. موقع العربية كتب تقرير وقال: الترند ودبابيس وعروسة قماش، تفاصيل وقعة سحر مؤمن زكريا وعلاقتها بمرضه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن اعترافات المتهمين النهاردة وقالوا إيه أمام رجال المباحث. برحب على الهاتف بالكاتب الصحفي الأستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قطاع الحوادث في اليوم السابع. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. أبرز اعترافات المتهمين النهاردة أمام المباحث. يعني النهارده المتهمين لم يجدوا وسيله للانكار، اعترفوا اعترافات تفصيليه باللي حصل. قالوا ان الهدف من اللي حصل ده كله كان الفلوس، انهم يجمعوا اكبر مبالغ ماليه. اختمرت في ذهنهم فكره انهم يصوروا مقطع فيديو يقولوا فيه ان تم العثور على يعني سحر وشعوذه في النجم الكبير مؤمن زكريا، واستغلوا وجود يعني مقابر اسره مجدي عبد الغني، وقالوا ان شخصيتين رياضيتين كبار معروفين بالمعنى البلدي كده الدارج هيبيعوا على السوشيال ميديا وهيجيبوا مشاهدات، وهنعمل حاله من الدجل. وده من المبرر اللي بقى صعب ان يعني جدا ان تبرير فكره المشاهدات والترند والفلوس. بالفعل يعني للاسف عايز اقول لحضرتك يعني خبر صادم، للاسف جرائم كتير الفتره اللي فاتت حصلت تحت شماعة أو مسمى الترند أو داخل فلوس. شاب عريس بيدعي اختطافه، طفل بيعذب قطة، يعني كثير من الوقائع الواهية للأسف بطلها هو الترند وبطلها نسب المشاهدات، وكأن الناس أصبحت مهووسة بفكرة إنها إزاي تحقق أعلى نسب من المشاهدات. هم المتهمين قالوا إن يعني أحد المتهمين ساكن قريب من أقارب زوجة النجم مؤمن زكريا، وإنه قدر بطريقة ما يتحصل على رقم هاتفه المحمول، وبعد يعني ما وضعوا السيناريو واشتروا أدوات النصب وعدة النصب صورة الفنان وعروسة وبعض الكتابات، هم نفسهم قالوا إحنا كنا بنعمل كتابات غير مفهومة، إحنا نفسنا ما كناش نفهم بنكتب إيه. بعد ذلك اتصلوا بيه وحضر بالفعل، هو شيخ وحضر وتعامل الراجل بجدية مع الأمر، لكن لم يعني لم يتوقع ان الامر كله مجرد تمثيليه واهيه حتى يحققوا اعلى نسب من المشاهدات ثم الاموال. بعد الانتهاء من استماع لاقوالهم تم استدعاء النجم مؤمن زكريا في يعني استماع لاقواله ورؤيته، والاكد فيها ان هو يعني فوجئ في مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئ في مواقع الاخباريه بتنشر اخبار، وان هو تم الاتصال فيه من ارقام مجهوله وأشخاص قالوا لي إنهم بيعملوا في مجال حراسة المقابر، وإنهم عثروا على
اعمال سحر وتقصه لاصابته بالمرض وما الى غير ذلك. هو في بلاغات يا استاذ محمود قدمت الكابتن مجدي عبد الغني، اعلن ان هو قدم بلاغ في هذه الواقعه. كابتن بقى مؤمن زكريا قدم هو ايضا بلاغ؟ الكابتن مجدي عبد الغني بالفعل قدم بلاغ رسمي اتهم هؤلاء الاشخاص واتهم كمان اخرين مما اثاروا اسمه او استخدموا اسمه على منصات التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت. لكن الكابتن مؤمن زكريا تم الاستماع لاقواله، وطبعا هو وجه لهم العديد من الاتهامات اللي هي محل فحص وتحقيق وتدقيق من قبل الجهات المعنيه. حالته النفسيه كانت ازاي الكابتن مؤمن زكريا؟ لان الحقيقه ده اللي تلاعب يعني تلاعبوا بيه وتلاعبوا بنفسيته وباعصابه وفي ظل ظروفه المرضيه. يعني عايز اقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا. انسانيا الكابتن مؤمن زكريا تاثر جدا طبعا. يعني يمكن ده اصابه بحاله من الحزن اكثر من المرض نفسه. فكره انه يتم التلاعب باسمه والتلاعب بمشاعره والتلاعب بفكره مرضه ده كان ليه وقع اثر مش كويس خالص على نفسيته. وهو الراجل كان مستاء جدا بالاضافه ان هو حد يعني راجل منهك صحيا. صحيح صحيح بهذه الكيفيه. صحيح صحيح. انا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قطاع الحوادث في اليوم السابع، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم. والله لا دين ولا اخلاق ولا مبادئ ولا مجتمع ولا اي حاجه تخلي ان ناس تستغل ظروف مرضيه حتى لو شخصيه عاديه وتتلاعب بمشاعره وتتلاعب بأحاسيسه وتوهمه بحاجات مش موجودة وتستغل الظرف يعني المرضي والصحي اللي هو موجود فيه علشان تكسب فلوس وعلشان تعمل ترند. يعني نفترض أقصى عقاب للناس دي اللي فكرت بالأفكار الشيطانية دي علشان تعمل ده في شخص حتى لو هو مش لاعب كورة وحتى لو هو مش شخصية مشهورة، حتى يعني لو هو بني آدم عادي. حرام ان ده يحصل، وحرام التلاعب بقى بعقول الناس والضحك بقت حاجه مثيره للاشمئزاز بجد، فكره الترند والحصول على مبالغ ومكاسب ماديه. فاصل وبعد الفاصل هيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره الاهرام السابق في حديث بقى في كثير من الملفات. انتظروني بعد الفاصل. بجدد التحية مرة تانية بحضراتكم، وخلوني أرحب بضيفي اللي منورني ومشرفني في صالة التحرير الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق. أهلا بحضرتك معنا يا فندم، منورنا ومشرفنا. خلينا قبل ما نبدأ، لأن الحقيقة يعني في خبر الآن في إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفي ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة والدؤوبة الحقيقة لمتابعة مستويات التأهيل الفكري والثقافي للطلاب، رئيس التقى النهاردة بعدد من طلاب الأكاديمية اللي أنهوا دراستهم فيها، وده كان بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وقادة الأكاديمية العسكرية المصرية. الرئيس أوضح أن حماية الأمن القومي المصري عملية مستمرة بلا كلل ولا ملل، كمان أكد على تماسك ووحدة الشعب المصري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن الأعوام العشر الماضية برهنت على وعي الشعب المصري وتمسكه في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها المنطقة. كمان فيما يتعلق بالظروف الإقليمية أوضح الرئيس أن التطورات على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة لمفترق طرق تاريخي يتطلب من الجميع الحذر والتأني. أبدأ من هذا الخبر، لأن الحقيقة الرئيس دايما حريص على فكرة، وده بيبان الحقيقة، يعني امبارح حتى تحدث مع طلبة كلية الشرطة على التدخين وعلى زيادة الوزن، متابعته للحالة الثقافية والفكرية للطلاب داخل الأكاديمية العسكرية. رسائل النهاردة حضرتك قريتها ازاي؟ بصي، خلينا نتفق في الأول على إن دي المرحلة الأصعب في تاريخ المنطقة. صح. في تاريخ الدولة المصرية، في تاريخ المنطقة. المنطقة بتمر بأصعب مرحلة بقى لها فترة طويلة قوي. هي طبعا للأسف الشديد المرحلة دي كانت بدأت تداعياتها منذ يعني خريف الثورات العربية إذا جاز التعبير، يعني صح، اللي بدأت وبعد كده تفاقمت الأوضاع وصلت أظن إلى ذروتها الآن. احنا في وضع صعب جدا ومعقد، وضع إقليمي ملتهب،
في نوايا سيئة، في مؤامرة حقيقية، وسيبك بقى من حكاية لا مش عارف ايه كده. لا واضحة التشكيك ما عادش له جداً داعي جدا يعني. جدا جدا يعني على مستوى مصر، على مستوى لأول مرة يمكن في تاريخ الدولة المصرية تواجه مخاطر ضخمة على كافة اتجاهات الاستراتيجية. يعني دايما كنا بنبقى مع اسرائيل من ايام الشرق مثلا يعني، لكن دلوقتي الشرق اسرائيل، الغرب ليبيا، السودان الجنوب. اسمح لي ممكن يعني هقاطع حضرتك وعذرا على المقاطعة، بس هرجع اخد النقطة دي، بس اسمح لي اخرج لفاصل وارجع لحضرتك. فاصل ونرجع لحضرتك. بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم والضيف اللي منورني ومشرفني الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة، منورني مرة تانية. برجع ان احنا يعني نتكلم على زي ما قلت، كانت هناك رسائل واضحة من الرئيس خاصة فيما يخص الأحداث. الأحداث زي ما قلت لحضرتك، احنا وقفنا عند ان دي المرحلة الأصعب في تاريخ الدولة المصرية، لأنها بتواجه مخاطر على كافة اتجاهاتها الاستراتيجية لأول مرة. صحيح. احنا طول عمرنا بنواجه مخاطر، بس كان دايما مخاطر في جهة وجهتين الدنيا مستقرة، لكن دلوقتي كل الجهات مشتعلة، كل الحدود مشتعلة. كل الحدود، حتى يمكن يعني حتى الحدود البحرية، يعني انت بتتكلمي حتى البحر الأحمر واللي بيحصل في أثيوبيا والصومال يعني في كل الحدود، الجنوب طبعا السودان، الغرب ليبيا، غزة طبعا دي الأزمة الخطيرة جدا. صحيح. اللي بتواجهنا كلنا واللي بتواجه العالم العربي كله من المحيط للخليج. للأسف في مؤامرة كبيرة بتحاك، وبنسمع دلوقتي ما بقتش سر على فكرة، يعني النهاردة لما نتنياهو بيتكلم يقول لك نغير الشرق الأوسط. بالظبط، برافو عليك، يعني عايزين نغير الشرق، ده كلام بقى علني ما بقاش سرا يعني، ومش جديد. ومش جديد، مع انه طبعا هي بصي، هو طبعا هو بيتخذ هذه الأمور ذريعة لترديد أكاذيب. بمناسبة بكرة أول أكتوبر، كل سنة طيب. كل سنة وحضرتك طيب. أكتوبر ده شهر عظيم جدا طبعا، بيحمل رسالة خطيرة إن الجيش المصري كسر أنف إسرائيل. صحيح. كانت قبل حرب أكتوبر كانوا بيرددوا نفس الأكاذيب اللي قاعدين دلوقتي بيتكلموا عليها، خط برليف المنيع، الجيش الذي لا يقهر، ومفيش حد، والإيد الطولة والإيد الصغيرة والإيد الكبيرة، وهنجيب نفس الكلام، الزراعة الطولة برضه دلوقتي والزراعة الطويلة اللي بتصل لكل أنحاء العالم، ومحدش هيقع من تحت إيدينا. بالظبط كده، الجيش المصري أنهى هذه الأسطورة. صح. الآن هو بيستخدم يعني كلمة حق يراد بها باطل. صحيح. يعني هو بيتكلم النهارده بتتكلمي على ايه؟ اولا الجيش الاسرائيلي المدعوم من القوة العسكرية الاعظم في العالم اللي هي الولايات المتحدة الامريكية بالكامل، سياسيا واقتصاديا وعسكريا على كل وتكنولوجيا وكل حاجة، النهارده مش قادر يحل مشكلة غزة بقاله سنة، ومش قادر يجيب الاسرى والمحتجزين. صح. ومش قادر يحقق الاهداف اللي اعلنها، فقاعد بقى يكذب طول الوقت بسياسه اغتيالات، بسياسات بيدور على اهداف ثانيه يقول انا حققتها. بالظبط كده، فدي اكاذيب للاسف اسرائيل بدات ترددها، ومدخله المجتمع الدولي في قصه كبيره جدا من الاكاذيب. وهرجع بيكي يا فاتن ليوم 10/10 السنه اللي فاتت، للامانه هذا اللقاء انا كنت حاضره، وكانت في اكاديميه الشرطه، بمناسبه الكلام على اكاديميه الشرطه والاكاديميه العسكريه. كنت حاضر هذا اللقاء يوم 10/10 في أكاديمية الشرطة، وخليني أحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمانة، لأني أتذكر كلماته والحوارات اللي دارت في هذا اليوم بالتفصيل، وكأنه كان يقرأ من خريطة أمامه. كل ما حدث خلال هذا العام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستشعره ويعلم مدى خطورته، وبيقرأ سيناريوهات كتيرة جدا منه. وده دليل على ان الحمد لله الدولة المصرية الان يعني رغم كل المخاطر انت في منطقة تانية، ويمكن ده الكلام. صح. اللي الرئيس اتكلم عليه امبارح. أيوه. انك انت الدولة الوحيدة اللي واقفة على رجليها. صح صح. وبالتالي المؤامرة وكانت بدايتها استهداف، لا كانت على فكرة الاستهداف على حزب الله ولا ايران ولا الكلام ده خالص، لا كانش لسه حد لسه، كان استهداف مين بقى؟ كانت استهداف مصر. صح. فكرة التهجير، وان الحدود بتاعتك تتفتح. صح. وانك تدخليهم عندك في سيناء ويتقضي على القضيه الفلسطينيه، لا ومش كده بس، ويجرك انت للصراع. للصراع. صح. طورتنا في صراع، فايه احنا الدوله المصريه هي المستهدفه من هذا الصراع. فالحقيقه لان احنا عندنا قياده واعيه ومتمرسه، واثبتت فعلا الايام
انها يعني قادت البلد ونجحت في قيادة البلد في ظرف استثنائي جدا، قدرنا نتجنب هذا المأزق. صح. لكن هل احنا المأزق ده انتهى؟ لا ما انتهاش. لان السيناريو زي ما احنا شايفين، وكل دقيقة اسرائيل، لان اسرائيل استمرار قادتها، ودي المعادلة السفرية للأسف، استمرار قادتها بهذا الوضع في أماكنهم هو ليس له إلا استمرار الحرب. صح، دي العلاقة السفرية، ما هي دي الأزمة. صح. معنى إيه إن الحرب تقف؟ معناها نهاية حكومة إسرائيل، معناها نتنياهو وسيموريتش وبن غفير، كل دول يبقوا محل محاكمة داخليا. صح. وخارجيا. أي. انت ناسية ان دلوقتي محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وامر الاعتقال وكل الكلام ده. فطبعا استمرار الحرب دي معادلة سفرية بالنسبة لهم. ان لازم تستمر الحرب، وكل يوم يطلعوا بهدف مختلف علشان تفضل تستمر. برافو عليك. دول النهاردة يبحث عن دوائر جديدة. النهاردة دخلنا في حزب الله في لبنان، بكرة الله أعلم مين، واليمن، وبعد كده ممكن مين بعد كده، إيران غير إيران. كل دي سيناريوهات إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية المتطرفة اللي بتقود الدولة الإسرائيلية بتجعل العالم كله أسير لتطرفها. وبقى في علاقة سفرية بيها ليها. إحنا النهاردة مطالبين بقى فعلا، وزي ما الرئيس أشار في رسائله أمس والنهاردة، واعتقد ممكن كمان في خلال الايام الجايه خلال الاحتفالات بتاعه الاكاديميه العسكريه، وده كلام صح جدا. لا، احنا في مرحله خطيره، قوامها الاساسي الذي لا نقاش فيه هو الوحده والتكاتف خلف دولتنا وخلف جيشنا. ايه اللي يقصده الرئيس بالتماسك؟ لان المهم ان الناس تفهم احنا المفترض كشعب نعمل ايه. بس اصل انت دلوقتي قاعده بتتعرضي لكم هائل من الشائعات والاكاذيب على كافه الاصعده. احنا المفروض نخش الحرب. تخش حرب ايه؟ انت المفروض تخش حرب ايه يعني؟ ايه يعني ايه تخش حرب؟ يعني انت بتتكلم محاوله الزج بمصر في دخول في دايره احنا اصل احنا قاعدين مش عارف ما بنعملش ايه. اصل احنا اوضاعنا الاقتصاديه الدنيا ضلمت وانهارت وخربت. اصل احنا مش... فانت قاعده طول الوقت بتتعرضي لكم اكاذيب وشائعات طول الوقت. هذا الكلام هو ده مصدر الخطر على الدوله المصريه اللي الرئيس زي ما بيحذر منه، واللي احنا بنتفق معاه تماما فيه. وهو ده بقى اللي بيقصده فكرة التماسك. احنا ممكن نختلف، مفيش حاجة اسمها اجماع، وممكن يبقى فيه وجهات نظر وفي اراء وفي كل حاجة زي ما بيحصل، وفي حوار وطني وفي ناس مؤيدة وناس معارضة وفي احزاب وفي برلمان وفي ده طبيعي جدا. لكن ان احنا بقى نشكك في الثوابت وان احنا نثير الشائعات عشان نقسم الخط الوطني بتاعنا، وبعدين عندنا تجربة خطيرة جدا لازم الناس توعي لها. والحقيقه برضو اللي كان الصوت الوحيد اللي خرج وحذر منه مبكرا في المنطقه كلها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي. صح. اللي هو فكره ايه بقى يا فاتن؟ لو تفتكر ونرجع بذاكرتنا لورا، حينما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من انهيار الدوله الوطنيه. صح. وقال لنا خافوا على الدوله وعلى كيانات الدوله. صح. ايه اللي حصل؟ السودان لما مؤسساتها الوطنيه اخترقت، ايه الوضع فيها؟ صح. ليبيا لما مؤسستها الوطنية اخترقت، ايه الوضع فيها؟ اليمن لما مؤسستها الوطنية اخترقت. لبنان لان الأزمة ايه؟ بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع المقاومة، يعني المقاومة حق اصيل للشعوب، مش عايزة كلام، ودايما ندعم المقاومة بكل سبل ورسائل. لكن في الاخر ما ينفعش يبقى عندك اكتر من دولة. صح. ما ينفع لا لا في سوريا ولا جماعات ولا ميليشيات، لا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في ليبيا ولا في اي مكان. ما ينفعش هذا الكلام. وده يمكن الصوت الاساسي للامانه الذي خرج محذرا من هذا الكلام. وده دي سياسه دايما للرئيس على فكره في كل المحافل على الدوليه، على فكره ده اللي بيعمله الرئيس واجهزتنا ومسؤولينا في فكره لم شمل الفصائل الفلسطينيه. اتوحدوا على كلمه واحده كده علشان يبقى في دوله. ايوه لازم ده الصوت الوطني والدوله. صح. الوطنيه. صح. ومؤسسات الدوله الوطنيه، وده اللي احنا مطالبين كمصريين بيه. ان احنا الالتفاف حول مؤسسات الدوله الوطنيه، جيشنا، شرطتنا، مؤسساتنا. نختلف بقى نختلف. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل طبعا، عندنا مفيش دوله مفيش مشاكل. صح. لسه الرئيس امبارح بيشير الى حاجه، وبرده دي مش جديده بالمناسبه، دي معلومه معروفه، لكن قالها امبارح في احتفالات اكاديميه الشرطه لما بيتكلم على ان خسائر مصر من بند واحد قناه السويس 6 مليار. صح. من 5 ل 6 مليار. ده بند واحد. طبعا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ان احنا للاسف
احنا بنتحمل فاتورة الاضرار الخطيرة. شركات الملاحة خايفة انها تمر في منطقة ملتهبة. يعني قيسي على ذلك بقى حجم اللاجئين اللي عندك والفاتورة الضخمة اللي انت متحملها كلاجئين واللي الاعداد يعني مش واضحة، لان احنا عندنا احنا في مصر دايما الرئيس حريص على فكرة انهم ضيوف مش لاجئين. صح. وبالتالي ده عامل لك الاعداد احنا بنوصل من 9 ل 10 مليون. رقم دولة يعني دي في دولة اسمها دولة لاجئين. يعني عندنا دولة اسمها 12 مليون دولة بس عدد سكان دولة يعني. بالظبط كده يعني بتتكلم اكتر من عدد سكان اسرائيل نفسه. بالظبط يعني بتتكلم على دولة. فبالتالي دول فترتهم ايه وابعادهم الاقتصادية ايه وتكاليفهم الاقتصادية ايه. صحيح. وبالتالي مصر الحقيقة بتتحمل عبء ضخم جدا في هذه الامور. ومع ذلك رغم كل ده عندنا مصاعب لكن الامور بتتحسن. احنا شايفين الحمد لله استقرار سعر الصرف، الدنيا مستقره، الدنيا بالعكس في كلام حديث كتير جدا، واعتقد ان خلال يمكن الايام القليله المقبله على ما اتصور يعني انا يعني ما عنديش التوقيت بالظبط لكن اعتقد انه قريبا جدا هيعلن عن مشاريع ضخمه على غرار مشروع راس الحكمه اللي هو من احسن المشروعات اللي اتعملت رغم برضه محاولات التشكيك فيه. صحيح. لان فكره لا اصلهم مش عارف عملوا ايه، اصلهم فرطوا في ايه، فرطوا في ايه، مش عارف اسمها. هي هاردز اشهر محلات بريطانيا لما كان محمد الفايد اشتراها المصري هو نقلها مصر ولا احتل بريطانيا بيها؟ ما احتلش بريطانيا بيها ولا حاجه. صحيح. هو لما انديه انجليزيه شهيره بيملكها رجال اعمال قطريين واماراتيين هل هم احتلوا انجلترا؟ لا. فبالتالي ده هي دي فكره الشائعات بقى وخلط الاوراق اللي الرئيس حذر منه امبارح واللي احنا فعلا لازم نكون حريصين جدا عليه. والا هنقع في دايره خطيرة جدا. انت بقى التآكل من الخارج من الداخل اقصد عشان الخارج المتربص بيكي قاعد بينفذ مخطط استراتيجي ليه بقاله 76 سنة. صحيح. منذ قيام دولة اسرائيل عام 48 حتى الان. وقاعد طول الوقت يستغل اي فرصة واي مجال عشان يرسخ هذه الفكرة وينهي على القضية الفلسطينية. ومش ينهي على القضية الفلسطينية بس، ده بيتكلم على إسرائيل الكبرى وفكرة التوسع. ولما وقف نتنياهو في الأمم المتحدة في على فكرة قريب الآخر زيارة للأمم المتحدة اللي خدع بها حزب الله لما كانوا معتقدين ان هو في الامم المتحده فمش هيعمل عمليات اغتيال، وقف ومسك الخريطه وقال لك مش عارف ايه والمسار ايه والبتاع ايه والشرق الاوسط الجديد ايه. ده هو نفسه الخرائط اللي بيشيلها لا فيها فلسطين ولا فيها ضفه غربيه ولا فيها غزه ولا بالظبط كده. فهي دي الخطوره اللي احنا كلنا لازم نبقى واخدين بالنا منها ونبقى فعلا في هذه المرحله. المرحله هتعدي. وعلى فكره برضو انا ضد فكره الاحباط والقنوطه. لسه كنت قبل ما اجي لك بقلب في ورق كده وده مهم جدا للساده المشاهدين، يا ريتوا يركزوا معايا شويه عشان الكلام مش 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 كلام مشاعر، لا مش مشاعر، الحقائق. الهزيمه امر مؤكد لاسرائيل. صحيح. ازاي بقى انا بنقول كلام؟ لا تعالي بقى نراجع ببساطه شديده جدا كل حركات التحرر عشان وقتك ومش هضيع كتير. انا اقول لك رسائل بس والساده المشاهدين اللي قدام اللي قاعدين بيستمعونا يشوفوا يراجعوا كلامنا ان كان كلام يمشوا معانا في التاريخ. بالظبط. جنوب افريقيا احتلت اربع قرون. صح. اربع قرون على 400 سنه. احتلال استيطاني. صح. كانت نهايتها ايه؟ انها قامت دوله جنوب افريقيا. صحيح. الجزائر احتلت 134 سنه. صح. من احتلال فرنسي بغيض زي الاحتلال برضو كان احتلال استيطاني لان كانت فرنسا محتله الجزائر مش احتلال مش دوله لا ده احتلال استيطاني انها جزء تبقى جزء من الدوله الفرنسيه. 134 سنه. برضو حركة المقاومة انتصرت. فيتنام دخلتها أمريكا بكل ما تملك لمدة 20 سنة واتكسرت وخرجت. كل حركات التحرر في العالم بتدفع ضريبة، ضريبة هائلة. صحيح. لكن في الآخر بتنتصر. وده للأسف اللي العدو الإسرائيلي مش قادر يفهمه. صح. واللي يمكن الرئيس أول ما قامت الأزمة برضو عمل مؤتمر مهم جدا. كان اسمه مؤتمر القاهرة للسلام. أيوه. وقال يا جماعة تعالوا نفكر بالعقل ونفهم، تعالوا نبحث عن جذر الأزمة. الأزمة دي إيه؟ هي الأزمة دي لا على فكرة حتى لو إسرائيل قضت على المقاومة النهاردة ما بعد 10 سنين هتظهر تاني. هي المقاومة فكرة لا تموت. ما حصل قبل كده، ما في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية واقتحام مقر ياسر عرفات وغيرها أحداث كتيرة على الأرض. صح. المقاومة لم تنتهي. فبالتالي هي الأزمة إنك تتكلمي في جذر الأزمة. إذا كانت إسرائيل راغبة في السلام فلتلتزم بمقررات الشرعية الدولية
اللي العالم كله متوافق عليها، وانها تبقى في دوله فلسطينيه على حدود الرابع من يونيو 67 صحيح، وعاصمتها القدس الشرقيه. وده الرئيس الرساله اللي قالها الحقيقه في مؤتمر القاهره للسلام، ولما جه بلينكن في مؤتمر مباشر على الهواء، وكان مؤتمر تاريخي، انا في تصوري انه مؤتمر تاريخي، صح، وصل الرساله دي ليه وقال له هذا الكلام، وقال له لا احنا بقى لا احنا حرقنا اليهود ولا قتلنا اليهود ولا مشينا اليهود ولا هجرناهم، انتوا اللي عملتوا، الغرب اللي عمل الكلام ده مش احنا. صح، احنا ما عندناش ازمه ضد الاديان، لا يهود ولا غير يهود ولا الكلام ده كله. الازمه هم اللي عاملينها، اسرائيل دوله عنصريه قايمه عامله ازمه في المنطقه. وبالتالي انت عندك مخاطر شديده جدا بتحيط بينا، علينا كدوله مصريه في هذه الايام الصعبه، او بين قوسين هي الايام الاصعب صح في تاريخ الصراع، ان احنا نكون متنبهين جيدا لهذا الامر، ان احنا فعلا ما قاله الرئيس حول فكره التكاتف وفكره الاصطفاف الوطني وفكره رفض الشائعات وفكره مواجهه كل هذا، اعتقد ان ده اهم مرحله لازم نشتغل فيها على هذا الاساس. طب خليني اتكلم شويه على برضو الناس، علشان الناس تفهمنا. ربما ما تحدث عنه الرئيس في فكره الصعوبات او المشاكل اللي احنا بنمر بيها والتحديات، لكن كمان الحقيقه في المقابل هو اتكلم عن دور الاعلام، وقال ان احنا للاعلام وللدراما ان ليهم دور كبير. بس خليني هاخد من ده واقول ان ربما الاله الدعائيه الاسرائيليه الكاذبه هي دائما متفوقه في فكره بث كثير من الاخبار، وبتلعب على الحاله النفسيه، وربما ده اللي احنا شايفينه، الهاله اللي هي عاملاها ومحاوله اظهار انها حققت انتصارات على الارض. فكره توضيح بقى المعلومات والحقائق، وخصوصا احنا هنا في مصر، لان دايما زي ما حضرتك بتقول احنا مصر هي الوحيده اللي لسه واقفه على رجليها يعني، ومستهدفه مستهدفه. الردود وان الناس تفهم ووعي وقنوات تشتغل واعلاميين الاله زي، يمكن انا احنا حضرتك اتكلمت عن الشائعات، احنا عندنا ارقام مهوله من الشائعات. بصي احنا في اخطر مرحله بقى فعلا لازم يكون فيها للصحافه والاعلام والثقافه بشكل عام دور، والمثقفين والكتاب والكتب صح والدراما بشكل عام، يعني لان دي كلها في الاخر هي كلها سله واحده، دراما، افلام، كتب، صحف، اعلام، كل ده في الاخر قنوات تلفزيون، كل ده كلنا في الاخر سله واحده. دورنا دور في منتهى الخطوره، لانك انت زي ما انت اشرتي في كلامك دلوقتي لفكره التصدي للاكاذيب الاسرائيليه، يعني ما قاعد دلوقتي قاعدين يروجوا الاكاذيب ان احنا زراعه طوله وزراعه اللي مش عارف ايه ونوصل ولا يتكلم اجيب صح ايه اجيب ايه اصلا صح. انت عندك فرق جوهري، ده دورنا بقى، ان انا اقول له لا يا حبيبي انت بتتكلم كلام غلط وانت بتقول كلام غلط، لا تعالى نتكلم على الارض. انت بتواجه مين؟ انت بتواجه مقاومه، ما بتواجهش جيوش نظاميه صحيح. طب ايه الفرق بين المقاومه فاتن وبين الجيوش النظاميه؟ فرق جوهري خطير جدا. اولا المقاومه سواء في فلسطين او في لبنان او في اي حته ما عندهاش، بتفتقد لحاجتين في منتهى الخطوره. الحاجه الاولى ما عندهاش سلاح جو، ما عندهاش سلاح جو. مين عنده؟ هل ولا دفاعات جويه؟ والاخطر منها ده الاخطر بقى، الدفاعات الجويه الاخطر، الدفاعات الجويه كمان. وبالتالي في ظل بقى كمان ايه، في ظل صمت دولي مريب. لان حتى في الحروب هو في حاجه انك انت تشتغلي على نسف المباني ونسف المدن، بنيه تحتيه ومدنيين وابرياء. خلينا احيي الامريكي بيرني ساندرز، وبرضه لان مش كلهم اشرار، لا في ناس محترمين وناس كويسين جدا، منهم السيناتور بيرني ساندرز اللي كان وقف في الكونجرس الامريكي الاسبوع اللي فات على فكره، وكان بيتكلم على الاسلحه الامريكيه والقنابل اللي قتلت حسن نصر الله قبل ما تحصل، اللي هي القنبله 2000 رطل. ايوه ده القنابل دي كفيله بانها تمحو مدن بالكامل من على الارض. وبالتالي انت بتتكلمي على عدم تكافؤ، انت بتتكلمي على صحيح دوله بتاع جيوش، جيش مدعومه من قوى عظمى ومقاومه صحيح. وبالتالي ما تيجي تتكلم ما تقولش بقى مش عارف، لا انت بتتكلم في اطار ما يحدث صحيح، فان ده حاجه استثنائيه مش حاجه انت بتتكلم عليها بشكل مطلق يعني. يعني أنا وقتي انتهى سريعا مع حضرتك، بس أنا بشكرك جدا على هذا الحوار. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق. شكرا ليك، شرفتني ونورتني، وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات أخرى تنورنا فيها. مشاهدينا الكرام، يعني بنحاول إن احنا دايما نتواكب مع حضراتكم فيما يحدث، نوصل لكم معلومة، نحاول إن احنا ننور نور كده في وسط العتمة اللي العالم بيعيشها من أحداث. بشكركم جدا وأشوفكم بكرة على خير، لكم مني كل التحية، فاتن عبد المحمود.